مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في رسالة جديدة من رسائل مهرجان ليو الدولي 2024. منافسات كثيرة في هذا المهرجان، سباقات كثيرة، أيضا مشاركات كبيرة من جميع أنحاء الخليج العربي. طبعا اليوم مخصص لمسابقة سباق الدراجات دراج ريس مكون من 4 فئات. تعالوا خلونا نشوف تفاصيل هذا السباق. جاهز؟ نعم جاهزين. كيف منافسات اليوم؟ في والله منافسات دراجات قوية، بس إن شاء الله نكون قد الدراجة الثانية، لأن الحين اللي وراي بالأول ونحن نفس الفريق، إن شاء الله ناموسنا واحد. كيف تشوف التنافس؟ والله التنافس قوي، لأن في وايد دراجات ودراجات، وإحنا والله ما عندنا دراجات ولا شيء، نعدل عند ريال والله وفقنا. والمنافسة السنة هذه في ليو كيف تشوفها؟ والله تغيير عن السنة اللي طافت 100% تغيير. ثواني فاصل 454 أجزاء من الثانية. راشد مبارك الكمزي، ما شاء الله، الله يبارك، كل شيء تمام، الله يبارك. منافسة قوية بين المتسابقين؟ نعم والله مسابقة قوية. كيف السنة ليو والتنافس فيها والمسابقات؟ ليو من استوت كل سنة أحلى عن اللي بعدها، ما شاء الله، الله يبارك، من التنظيم من كل شيء، الله يبارك. يعني الحين أنت الأول، فخبرنا كيف سير السباق تشوفه؟ إن شاء الله أنت من الأول، أحب أن أثبت إن شاء الله. الوصول للقمة سهل لكن الحفاظ عليه صعب. بالضبط. إن شاء الله. ثواني و785 الثانية. جاهز؟ إن شاء الله بإذن الله. كيف تشوف السباق اليوم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، تنظيم ممتاز، كل شيء ما شاء الله، ما قصروا الشباب. منافسة كيف تشوفها؟ إن شاء الله منافسة تكون قوية بإذن الله. مشاركة ولا تبغي مركز؟ أكيد مركز. ما شاء الله المتسابقين زايد عددهم، وهذا يثير الحماس اكثر ويخليك تعرف على الناس بعد اكثر، وان شاء الله توفيق الجميع ان شاء الله، اهم شيء السلامه. كيف لي والسنه، السنه هذه كيف مهرجان لي والسنه؟ تبارك الله، السنه ما شاء الله التنظيم روعه، ما شاء روعه منها، الله يحفظ شيوخنا ويوفقهم ان شاء الله، وما شاء الله التنوع سوى اليوم في الاكتيفيتي في الفعاليات وايد ساهم في جذب الجمهور اكثر. الأمور طيبة الحمد لله، طيبة. فوز؟ لا الأمور طيبة سهلة. كيف جهزت لليو السنة هذه؟ والله مجهزين على الدراجات، وعندنا بعد إن شاء الله على البطولة الأخيرة بإذن الله. داخل مشاركة ولا تبغي مركز السنة؟ لا مركز إن شاء الله، كل سنة المراكز ندورها، ما بلا مشاركة. يوسف خليفة الهاملي من الإمارات العربية المتحدة. جاهز؟ إن شاء الله بإذن الله. كيف استعدادك؟
والله عندنا عطل بسيط لكن ان شاء الله الامور طيبه باذن الله. حليته؟ ها؟ حليته؟ يعني نجرب الحين ان شاء الله نشوف ايش يصير باذن الله. كيف تشوف اجواء المنافسه السنه؟ والله الاجواء ممتعه والتنظيم الله يجزاهم خير المنظمين تنظيم محترم وممتاز. طبعا نتكلم اليوم عن الفئات اللي موجوده وبتكون مشاركه في سباق اليوم، لكن خبرنا اول شيء بدايه عن الفئه الاولى. هذه الفئه هذه هي فئه البولارس اللي هي معدله تعديل كامل. زين، في كانت فئه اللي هي قبليها اللي هي الستوك اللي هي ممنوع التعديل فيها. في فئات اللي بعديها بعد هذه الفئه راح تكون الفئه المفتوحه اللي مفتوح فيها الماكينه شاصي اي شيء. خبر عن اليه السباق هذا والسباق اللي قبله. السباق هو عباره عن 91 متر طبعا السباق تيم بس من الانطلاقه للنهايه واحسن تيم ينحسب في الجولتين ينحسب لراعي السياره. كل دراجه لجولتين؟ كل واحد له دوستين. في تحطيم ارقام قياسيه السنه هذه ولا؟ والله ان شاء الله هو التحدي في الفئات هذه فئات البرون. ارفع ثواني فاصل 77 اجزاء من الثانيه. ومهرجان ليوا ما شاء الله يعني شيء لا يوصف يعني. كيف تتوقع تكون المنافسة؟ منافسة قوية يا أخي ما شاء الله شباب، ويعني أقول لك هذيلة خيرة الشباب وخيرة الدراجات اللي حاضرين اليوم. خبرنا عن تجهيزاتك كيف كانت؟ تجهيزاتك للدراجة كيف كانت؟ والله التجهيزات من العام من العام خلصنا العام كان عندنا عطل والحمد لله شوي شوي في الصيف اشتغلنا عليها اشتغلنا لين اليوم الحمد لله. لين كم من يوم؟ احنا مخلصين الحمد لله وان شاء الله ان شاء الله نبيض الوجه اليوم. ارفع ثواني فاصل 25 اجزاء من الثواني. جاهز؟ نعم انا جاهز. خبرنا عن منافسات اليوم كيف تشوفها وشو الجاهزيه؟ اول تجربه وان شاء الله. شو مجهز في البقي؟ البقي توربو مجهزه كامل بالكامل. يا مرحبا يا مرحبا وسهلا حياك الله الشيخ. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. شو مجهز البقعه؟ شوف انا نص جاهز، عندي الدراجه متعطله لكن قلت بشارك. شو رايك في المهرجان السنه؟ يا الله تنظيم ولا اروع، المكان ولا اروع. صدقني احنا نشارك نبغي الناس تتحمس تجي هالمكان هذا، تشوف الفعاليات اللي موجوده اللي تسر الخاطر. شو المعنويه؟ المعنويه دون فوق، كلمه حق وبقولها، المهرجان انصح جميع الناس انهم يجونه ويزورونه، مهرجان ليوه من أجمل المهرجانات اللي موجودة عندنا في البلاد. هذا الهدوء اللي يسبق العاصفة. يا مرحبا بك والله. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو الجاهزية؟ الحمد لله الأمور طيبة. حماس ولا تركيز هذا؟ أكيد 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 حماس. شو مجهز السنة؟ والله كل سنة نفس الشيء بس زدنا أشياء بسيطة يعني. شو اللي زدت السنة هذه؟ زدنا أشياء في الماكينة، تجديد توربو من هالأشياء يعني. كيف تشوف منافسة السنة؟ طيبة وايد زينة، منافسين قويين ما شاء الله، الكل عنده اليوم رقم ويبقى رقم جديد، الكل ما في حد يسالب حد اليوم. بداية احمد الهامي يرحب فيك على قناة الباب الرياضية. طبعا اكيد دور كبير انتم لكم في هذا المهرجان خاصة بوضع السنسر وايضا مسارات السباقات السيارات. خبرنا عن مسار اليوم وابرز يمكن القوانين اللي بتكون في هذا اليوم. طبعا اليوم تجهيز الدراجات فئة العجلتين او الاربع عجلات
وعندك البقي وعندك الرايزر. المسار هذا محدد على طول 91 متر تقريبا من البداية للنهاية. هذا المكان مجهز يعني حتى طلبوا تطويل المسار على أساس السيفتي للتوقف، عرفت؟ فالحمد لله الأمور ماشية سلاسة إن شاء الله. نتكلم عن الأرقام القياسية، خاصة أنتم في السنسرات لكم في دقة في المواضيع أكثر، دائما في تحطيم أرقام قياسية في مثل هذه السباقات. السنة هذه هل متوقع الشيء هذا؟ كل سنة يصير تزويد جديد وفئات جديدة وهالأشياء يعني، فكل فئة لها يعني لها توقيت، مثل العجلتين لها توقيت تقريبا ما صار فيها، لأنها مثل ما تقول ستاندر ما فيها تزويد، فالأرقام يعني نفس ما هي السنة اللي قبل وهذه الأشياء. ألا الفئة هذه الحين من الرايزر والبقي عندك ممكن يكسرون لأن سرعات كبيرة ومزودات يعني. بما أنك تكلمت عن موضوع السنسرات، أكيد أن في آلية مختصين فيها في ليوة يمكن تعملون فيها، أكيد الجميع يبغى يعرف الآلية هذه وآلية السنسرات اللي قاعدين نشوفها في أغلب سباقات مهرجان ليوة الدولي. هنا تختلف عندك الجزء من الثانية اللي هي الشاشة، فما تنحسب بالدقائق ولا تنحسب بالسكند يعني، فهني تختلف لأن المسار صغير، فأنت محتاج الأرقام الصغيرة مثلا جزء من الثانية، لأن أنت هذا بيقطعها مش في دقيقة، أقل من يعني نص دقيقة، فهنا تتغير عندنا سيتنج كامل، الشاشة تتغير، في شاشات على دقائق وفي شاشات على جزء من الثانية، فهنا تختلف لأن سرعات كبيرة يعني. أجزاء من الثانية تحصيل أرقام. جاهز؟ إن شاء الله. خبرنا عن منافسات اليوم، كيف تتوقعها وكيف تشوف هذه أول ضربة لكم؟ والله يا أخوي نتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، نشكر الجهة المنظمة طبعاً على الترتيب، إن شاء الله أن ترتيب طيب. كم جاهز؟ والله يا أخوي كالعادة العام خذنا الحمد لله المركز الأول، وإن شاء الله السنة بعد الله يرزقنا والجميع إن شاء الله التوفيق. بعض على المركز صعب؟ صعب أكيد وفي تحدي، والله يوفق الجميع إن شاء الله. جاهزين بإذن الله، بإذن الله في أرقام جديدة، توفيق لكل المتسابقين، الله يسلمك والله يحفظ كل المتسابق يا رب. خبرني شو جهزت اليوم بالدراجة؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا جايين من مشاركين قبل يومين في دولة قطر، والحمد لله ماخذين المراكز الأولى والمراكز الأولى الثلاثة. ناوي تحطم الرقم اليوم؟ بإذن الله الواحد لحد الكل يعني، هذا طموحنا الله يسلمك. كم الرقم التارجت اللي حاطينه في راسك؟ بإذن الله اليوم نخليها مفاجأة إن شاء الله يعني، نتمنى. مثل ما تعرف دراج ريس في ليوة طبعا لها بعد خليني اقول لك محلي وعلى مستوى الشرق الاوسط. اليوم تجهيزاتنا يعني لان احنا حاولنا نسويه مقارنه بالسنه اللي طافت، مجرد ان احنا يعني نخلق استابيليتي حق السياره اكثر بحيث ان نحقق مثلا سرعات اعلى وسبيد اعلى وزمنها افضل. ناويين على تحطيم ارقام قياسيه؟ والله نتفاعل لما نشوف يعني، كل واحد مثل ما يقول لك مجتهد، واللي كل مجتهد له نصيبه. في شيء مجهز لنا حق السنه هذه؟ مثل ما قلت لك حاولنا نحسن من اداء السياره، ان تسوي قرب عالي مثلا في البدايه ويكون تسارعها والهورس باور يعني تقريبا متقاربات، بحيث انك انت تكسر تيم يكون افضل عن التيمات اللي سويتها في السنين اللي مضت. طبعا هذه مش اول مشاركه لنا الحين في هذه البطوله، ومستعدين ان شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كل مجهز؟ الكل مجهز ونحن بعد مجهزين والتوفيق من الله. نعم مجهزين، البقيات هذه عندنا مشاركين دراجتين ان شاء الله اليوم،
ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. عن مبارك تكسير رقم لكل مجتهد النصيب، ونحن سعيد إن شاء الله، والميدان يا حميدان. مشاهدي الكرام، وصلنا معاكم لختام رسالتنا لهذا اليوم من مهرجان ليو الدولي 2024. تنافس كان جدا كبير في مسابقة الدراجات دراج ريس في الأربع فئات، تحطيم أرقام قياسية أكيد سجلت هذا العام، وإن شاء الله نشوفكم أكيد في رسائل قادمة من مهرجان ليو الدولي 2024. مع السلامة.